ولسه مستمرين في لقائنا مع ملك الإحساس مروان خوري اللي قرر إنه يخوض عالم تقديم البرامج من خلال مشروع جديد طرب. مروان كمان قال إن التجربة دي مش غريبة عليه لأنه في الألفة بينه وبين الميكروفون على المسرح، والبرنامج هيكون مسرحي غنائي أكتر. طرب هو التجربة التلفزيونية الأولى لمروان خوري وللبرنامج نصيب من اسمه. بيختلف عن غيره هذا العمل أنه بيروح للحقبة الذهبية بالأغنية العربية، بيعرض كل هالأغاني الحلوة، بيعرض أحداث مهمة بهالفترة هيدي، وبيحكي عن ناس مهمين صاروا هني الأساس وصاروا هني المنهج بالموسيقى العربية، وبذات الوقت عم نستضيف فنانين من عصرنا هلأ أو مخضرمين إذا بدك. ولكن كيف كانت علاقة المطرب بمايكرو المذيع؟ منيحة، في صداقة، في صداقة أنا والميكرو بالكاميرا، ماني بعيد عنها لا. نوم الهنا قومي نامي نامي وحطي راسك عكتفي. مروان عرف كفنان شامل، مطرب وملحن، شاعر وممثل، وتلك التركيبة دفعته للتفكير في الاتجاه للمسرح الاستعراضي. إيه، يمكن هذا اتجاه مستقبلي اللي بيجمعني أنا مش كممثل، كحضور مسرحي وكمغني، وانه يكون انا كمان في مشاركه مع فرقه كبيره ومع مطربين كبار كمان، نكون سوا على مسرح. هاي المشروع براسي وان شاء الله ما بطول توصل. بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. عندما سئل سابقا عن رايه في برامج المواهب اكد انه يرفضها ويرفض ان يكون عضو بها، لكن رايه تغير الان. كان عندي فكره انه لا، انا بحس الفنان بكير انه يفوت على لجنه حكم، بس الموضوع صار مقبول لأنه سوق مزبوط، والبروغرامات هذه بروغرامات عالمية ما عادت محلية. ورغم مشواره الطويل وموافقته على التجربة، لماذا لم يعرض عليه المشاركة في أي من تلك البرامج؟ ما بعرف، هذا السؤال لألون، ما بعرف، سأليهم لألون. قلب انكو عمر انطو وديني عاد يتهو وعدني حبيبي على سنحلو في يمين. ومن بين كل أعضاء لجان التحكيم، خوري يفضل اثنين فقط. إذا بتذكر على السريع بقول لي كاظم الساهر، إذا بتذكر رغب عليه كان مهضوم ولذيذ. وأنا لما بقول إني بحبك أنا ما بهزر. أما الفترة المقبلة فستكون فترة نشاط لمروان الملحن. حيكون في شيء لفيلم سينما على الأرجح لا كارول سميحة، حفظ الألقاب للكل، في أغاني لماجد الرومي، نصيف زيتون عم يتحضر له شيء، هودي اللي عم يتذكرون هلا، بس اكيد في اشياء ثانيه. طلع في عيني هودي مش عيني، هيدي مش لمساتك يا حبيبي ومش